بدوره أكد المقدم طبيب مناف القحطاني استشاري الأمراض المعدية في المستشفى العسكري أن أحد أهم أسباب الزيادة في أعداد الحالات القائمة لفيروس كورونا هو التراخي في تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية. لكل شخص يسأل، وأنا أول أشخاص اللي أسأل، إيش اللي قاعد يصير حوالينا؟ ما هي سبب هذه الزيادة؟ رقم واحد، خلال هذه الفترة الطويلة اللي هي 15 شهر وإحنا نحاول نقضي على هذه الجائحة، هذه بحد ذاته يؤدي إلى عدم التزام البعض بهذه الإجراءات الاحترازية. خلونا أذكركم شنو هي الإجراءات الاحترازية اللي تكلمنا عليها بالضبط في شهر فبراير من 2020. كنا نتكلم على التباعد الاجتماعي، بعدين سميناه التباعد الجسدي، تكلمنا على الكمامات. هذه من أفضل الوسائل. عدم الالتزام بالإجراءات أو الاحترازات كان من أهمها تجنب القيام بالتجمعات، اللي أثبت الإحصائيات أن أكثر الحالات القائمة هي من نتيجة التجمعات. على قولات إحنا نزيد ونعيد على نفس الكلام ونقول أن تجمعات هي السبب، والناس تقول لا أشياء ثانية. فريق التقصي والتحريات لكشف المخالطين، نسبة الأعداد أو الحالات القائمة تكون بين العائلة. السبب الثالث اللي طبعا جميع دول العالم الآن، وليست البحرين أو غيرها، جميع دول العالم تعاني من وجود التحورات في هذا الفيروس، اللي هي سببها الإنسان. الفيروس علشان يتحور يحتاج إلى إنسان علشان يتكاثر فيه وينتشر. والنقطة رقم 4 أحس مهمة جدا، وهي سبب لغط كثير وشكوك كثيرة لها، يعني بصلب تدخل في صلب موضوع اللقاحات، بقراه وبشرحها. التباين بين سرعة انتشار الفيروس، هاي رقم 1، والبطء في إقبال الناس على أخذ التطعيم، والمدة المطلوبة لتمام فعالية أو تكوين الأجسام المضادة من بعد أخذ اللقاح. ثلاث عوامل رئيسية إذا أخلينا في أحد منها ما تؤدي إلى خدمة وصولنا إلى المناعة المجتمعية.